قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث ابن عباس المتفق على صحته واللفظ للبخاري يتعلق بالصوم في السفر، وهو يدل على أن المسافر يجوز له الصوم ويجوز له الإفطار، لكن أيهما أولى؟ الصوم والإفطار سائغان، لكن أيهما أولى؟ على خلاف بين أهل العلم في ذلك. وأحسن ما قيل وأصح ما قيل أنه إن كان هناك مشقة على الإنسان في الصيام فالفطر له أفضل، وإن كان لا مشقة لا عليه فإن الصيام له أفضل، فيكون الأمر من حيث الأفضلية والأولوية يتعلق بحصول المشقة وعدمها، فمن كان يحصل له المشقة والتضرر فإنه يفطر، وأما إذا كان لا يحصل له مضرة والصيام سهل عليه لا سيما وكون الإنسان يتخلص من الدين في وقته، يتخلص من الواجب في وقته ولا يحمل نفسه دينا قد يعني يصعب عليه وفاؤه أو قد يتساهل بالوفاء به ويتهاون، بل يبادر إلى التخلص إلى فعل الواجب ولا يحمل نفسه دينا ولا يشق عليه الصوم، فإن الصيام يكون له أفضل. والحديث حديث ابن عباس، النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة وخرج في رمضان إلى مكة عام الفتح، وكان صام في المدينة أياما ثم سافر وهو صائم واستمر في الصيام، ثم أفطر في أثناء السفر لما بلغه أن بعض الناس شق عليهم ذلك، فأخذ إناء وشرب وأفطر وأفطر الناس معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو يدل على أن الإنسان إذا كان مقيما وقت دخول الشهر حاضرا في أول الشهر ثم سافر فإن له أن يفطر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى خلاف ذلك وقال إنه إذا دخل عليه الشهر وهو حاضر فإن عليه أن يواصل الصيام ولو سافر. لكن هذا الحديث حديث ابن عباس يدل على خلاف هذا القول، ويدل على رجحان القول القائل بأنه لو كان حصل منه الصيام في أول الشهر وهو حاضر ثم طرأ عليه السفر فإن له أن يفطر، ولو كان في أول الشهر صائما فله أن يفطر. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدل على ذلك، لأنه صام أياما من الشهر ثم سافر فأفطر في أثناء السفر، فدل على أنه لا يتعين على من كان مقيما وقت دخول الشهر المواصلة في الصيام ولو سافر، بل إذا وجد السفر فإنه توجد الرخصة التي جاءت فيه وهي الإفطار في السفر.
توجد الرخصة ولو كان في أول الشهر مقيم. ثم الحديث أيضا يدل على أن الإنسان إذا صام وهو مسافر فله أن يفطر في أثناء النهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في أثناء النهار وقد كان دخل في النهار صائما، ولما جاء وقت الظهيرة أو بعد الظهيرة يعني حصل منه أنه أخذ ماء وشرب والناس يرون فأفطر وأفطروا معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدل هذا على أن الإنسان لو دخل في الصيام صيام يوم معين وهو مسافر فله أن يفطر في أثناء ذلك النهار الذي صامه، ولا يلزمه إذا دخل في الصيام صيام يوم معين أن يستمر به صائما أو أن يستمر فيه صائما. ثم أيضا من العلماء من قال إذا كان مقيما ودخل في الصيام وهو مقيم ثم سافر فليس له أن يفطر ذلك اليوم الذي دخل فيه أو في دخل في صيامه وهو مقيم ثم سافر في أثنائه، فإن عليه أن يواصل. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الإفطار في حقه، وهذا هو الصحيح، لأنه وجد السفر فللإنسان أن يفطر ويأخذ بالرخص إذا بدأ بالسفر، مثل الإنسان الذي يكون مقيما ثم يسافر فيترخص في رخص القصر من حين ما يدخل، فكذلك إذا دخل في الصيام وهو مقيم فإن له أن يفطر في ذلك اليوم عندما يشرع في السفر وعندما يدخل في السفر. وكان هذا السفر في رمضان في حج في 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 عام الفتح، حيث خرج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكديد، والكديد هو مكان يقع بين قديد وعسفان، يقع بين قديد وعسفان، وهو أقرب إلى مكة منه إلى المدينة، يعني معنى ذلك أنه مشى أو سافر أكثر المدة أو أكثر المسافة، وحصل الإفطار في أثناء السفر بعد أن مضى أكثر المسافة التي ساروها أو المسافة التي بين مكة والمدينة، لأن الكديد الذي أفطر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقع بين قديد وعسفان، يقع بين قديد وعسفان، وهو أقرب إلى مكة منه إلى المدينة. ثم أيضا يدلنا هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأفطروا لإفطاره وساروا على نهجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحاصل أن الصوم في السفر سائغ والإفطار سائغ، وأيهما أولى؟ من كان يشق عليه السفر يشق عليه الصيام فالفطر في حقه أولى، ومن لا يشق عليه فالصيام في حقه أولى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. ثم هذا حديث جابر رضي الله عنه المتفق على صحته، وهو يدل على جواز الصوم في السفر، يدل على جواز الصوم في السفر لأنهم كانوا صائمين أو فيهم من هو صائم، وفيهم ذلك الرجل الذي أصابته المشقة حتى ظلل عليه بثوب من شدة ما يجد من الضرر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل المضلل عليه ما قال ما هذا، ورأى الناس مزدحمين ومجتمعين قال ما هذا الاجتماع وما هذا التضليل، قالوا صائم، ومعناه أنه وصل به الحد إلى هذا المستوى، وصل به الصيام إلى هذا الحد، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. المقصود من ذلك أن الصيام الذي يؤدي إلى هذا الضرر ليس هذا من البر، لكن لا يعني أن كل صيام في السفر ليس من البر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الأحاديث الكثيرة أنه صام وأفطر،
وكذلك لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولكن الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حالة معينة، في حالة معينة وهي حصول التضرر للشخص بسبب الصيام لكونه أغمي عليه وكونه أجهده الصيام حتى ضللوا عليه من الشمس، ضللوا عليه من الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، أي الصيام الذي يكون من هذا القبيل ويؤدي إلى هذا الحج، أما الصيام الذي ليس كذلك فيدل عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مر في الحديث السابق، وكذلك ما سيأتي في بعض الأحاديث، وكذلك أيضا ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم الصائم وفيهم المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر لا يدل على منع الصيام في السفر مطلقا، وإنما يدل على منع صيام من هذا القبيل، يدل على منع صيام من هذا القبيل الذي هو كونه يتضرر ويحصل له التأثر والتضرر. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يتعلق بجواز الصوم وجواز الإفطار، ذلك أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم الصائم وفيهم المفطر، وما ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، الصائم يصوم ولا أحد يقول له شيء، والمفطر يفطر ولا أحد يقول له شيء، ما يعيب أحد على أحد، وفيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا في سفر وفيهم الرسول صلى الله عليه وسلم صائم ومعه أحد أصحابه، الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أحد أصحابه كان صائما والباقون مفطرون، فهذا يدلنا على أن الصوم في السفر سائغ، وعلى أن الإفطار في السفر سائغ، وعلى أن الأمر يدور ويرجع إلى التضرر وعدمه. نعم. قال باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ثم هذا الحديث حديث أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يتعلق بالصيام والإفطار في السفر، لأن الحديث فيه أنهم فيهم الصائم وفيهم المفطر، ويدل على جواز هذا وهذا، لكن قد يترجح الإفطار على الصيام إذا كان الصائمون نالهم بسبب الصيام ضرر أو يعني كسل بسبب الصيام واستمروا على صيامهم، والمفطرون لقوتهم ونشاطهم قاموا بالمهمات التي تتعلق بهم وبإخوانهم الصائمين، فإن الصيام أو إن الإفطار في هذه الحالة يكون أوفر أجرا وأعظم أجرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الصائمين جلسوا ولم يشتغلوا والمفطرون قاموا بخدمة بما يلزم لهم ولإخوانهم وما يلزم لإبلهم ولإبل إخوانهم من أعلافها ومن حصول المهنة وهي العمل التي يعملونه مما يحتاج إليه الناس والصائمون لكون الحر شديد، ما حصل منهم عمل وقام المفطرون بالعمل، فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي الأجر الوافر أو الحظ النصيب من الأجر، وليس معنى ذلك أن الصائمين لا أجر لهم، بل أجرهم لهم، وهؤلاء لهم أجر أعظم من أجور أولئك، لأنهم قاموا بما يتعلق بهم وبما يتعلق بإخوانهم فيما يتعلق بأشخاصهم وفيما يتعلق بدوابهم، فظفروا بهذا الأجر، ولهذا قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر،
يعني لحصول العمل الذي عملوه لهم ولغيرهم. والحديث دال على فضل خدمة الإنسان أصحابه في السفر, وأنه يؤجر على ذلك في كل حال, ولا سيما في مثل هذه الحال التي لم يتمكن الصائمون فيها من العمل, والمفطرون تمكنوا من العمل فيما يتعلق بشأنهم وشأن إخوانهم, فصار نصيبهم من الأجر وافرا وحظهم عظيما, والكل له أجر, إلا أن الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو عظم الأجر وعظم الثواب الذي حصل لهؤلاء المفطرين الذين قاموا بهذه المهمات. قال باب التخيير. وهذا الحديث أورده البخاري في كتاب الجهاد في خدمة في فضل خدمة الإنسان في الغزو, يعني كونه يخدم إخوانه في الغزو وهو يتعلق بالجهاد من حيث أن في خدمة, ولكن هو في الصيام, ومع ذلك ما أورده البخاري في كتاب الصيام بل أورده في كتاب الجهاد, وهو إيراد له في غير مظنته, لأن مظنته الصيام, وألصق شيء فيه الصيام, لأنه يتعلق بكون المفطرين خدموا الصائمين وأنهم ذهبوا بالأجر, ولكن البخاري رحمه الله ما أورده في كتاب الصيام وأورده في كتاب الجهاد من أجل الخدمة في الغزو, وهو ألصق بالصيام يعني, وكذلك له دخل في الغزو, لكن لم يرده البخاري في كتاب الصيام واقتصر على إراده هناك. قال الحافظ بن حجر وهو من الأحاديث التي أوردها في غير مظنتها, وهو من الأحاديث التي أوردها البخاري في غير مظنتها, ولهذا يأتي من الحاكم أن يستدرك على البخاري أحاديث فيقول لم يخرجه البخاري, مع أن البخاري خرجه ولكنه أورده في غير مظنته, فيكون الحاكم يبحث عنه في مظنته فلا يجده فيحكم عليه على أن البخاري لم يخرجه ويكون البخاري قد خرجه. لا أعني هذا الحديث أن الحاكم قال فيه ذلك, ولكن أعني أن الحاكم أحيانا يبحث عن الحديث في مظنته فلا يجده فيقول أن البخاري لم يخرجه فيستدركه, ولكن البخاري يذكره في مظن في غير المظنة, مثل هذا الحديث الذي معنا ما جاء في المظنة, جاء في غير المظنة, ولا أدري هل الحاكم استدركه أو ما استدركه, لكن هذا هو سبب وهم الحاكم في كونه يحكم على أن البخاري ما خرج الحديث, مع أنه خرجه ولكن في غير المظنة. ومن المعلوم أن هذا الحديث واضح أنه يتعلق بالصيام, وأن الصائمين المفطرين إذا خدموا إخوانهم الصائمين فنصيبهم أوفر وحظهم أعظم, والبخاري ما أورده في كتاب الصيام. نعم. قال باب التخيير في الصوم, باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام, فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ثم أورد حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه وكان كثير الصيام, فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يصوم في السفر؟ فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا يدل على التخيير, يدل على التخيير, لأن قوله إن شئت فصم وإن شئت فأفطر يعني لك هذا ولك هذا, إن شئت صم وإن شئت فأفطر, لكن الأفضلية هي كما قلت من قبل, إذا وجدت المشقة فالإفطار أفضل, وإذا لم توجد المشقة فالصيام أفضل, والتخيير قائم, التخيير قائم, لكن يحصل فضل أفضلية هذا على هذا في حال, وأفضلية هذا على هذا في حال. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما فيه التخيير حيث قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر,
وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن رواحة. ثم أورد حديث أبي الدرداء رضي الله عنه المتفق على صحته واللفظ للبخاري, وكل الأحاديث هي كذلك من هذا القبيل, متفق على صحتها واللفظ للبخاري. قال كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وفي شدة حر, وكان الواحد منهم يضع يده على رأسه من شدة ما يجد من حرارة الشمس. قال وما فينا أحد صائم إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وابن رواحة كان صائمين في هذا السفر, وغيرهم كانوا مفطرين, وهو يدل على أن الصيام سائغ وأن الإفطار سائغ, لأن الصيام سائغ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه عبد الله بن رواحة, والإفطار سائغ لفعل أصحابه الباقين الذين كانوا معه. فهو يتعلق بالصيام والإفطار, يتعلق بالصيام والإفطار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة صائمين, وكان غيرهما من الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مفطرين. فهو يدل على الصوم والإفطار في السفر, وأن أنه يكون في بعض الأحيان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصائم ومعه بعض أصحابه, وهو يدل على أن الصوم في السفر سائغ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه, كما تدل الأحاديث الكثيرة على ذلك. والتفضيل هو ما أشرت إليه من حصول المشقة والتضرر وعدم ذلك. نعم. قال باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة. عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم, فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. ثم أورد حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة أم المؤمنين, وهي زوجة العباس بن عبد المطلب أم الفضل, وأم عبد الله بن عباس, وأم أولاد كثيرين هي أمهم رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وهي مشهورة بكنيتها أم الفضل لأن أكبر أولادها الفضل بن عباس, أكبر أولادها الفضل ابن عباس, فهي تكنى به. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة واقفا بعرفة وهو على راحلته راكب, فتمار الناس هل هو صائم أو مفطر, وكأن الصيام معروف عندهم فضله, لأنه قد جاء في بعض الأحاديث التي رواها مسلم أنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية, يكفر السنة الماضية والسنة القادمة, وهو أفضل صيام التطوع صيام يوم عرفة, أفضل صيام التطوع صيام يوم عرفة, ويليه صيام يوم عاشوراء, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه يكفر السنة الماضية والآتية, وفي يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية, فهو يدل على أن صيام يوم عرفة هو أفضل صيام التطوع. فبعض الصحابة قالوا هو صائم لأن يوم عرفة يوم عظيم وصيامه هو أفضل الصيام, وبعضهم قال مفطر لأنه حاج ومسافر, فكل اجتهد. فأم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها وارضاها أرادت أن تأتي بعمل يكشف الموقف ويوضح الموقف بدون سؤال, بدون ما يقال يا رسول الله ما حكم الصيام في عرفة وهل أنت صائم وأنت مفطر, أخذت قدحا من يعني لبن وأعطته لمن يناوله الرسول صلى الله عليه وسلم, فأخذه وشرب الناس يرون فعرفوا أنه صائم أنه مفطر, فعرفوا أنه مفطر وأنه غير صائم. فعملت رضي الله عنها وارضاها هذا العمل الذي فيه عدم سؤال ويكشف الموقف للناس كلهم, بحيث إن كان صائما يخبر بأنه صائم, وإن كان مفطرا يشربه والناس يرون, فشربه والناس يرون فعرفوا أنه صائم. فدل هذا على أن المستحب في حق الحاج أن يكون مفطرا في عرفة, والصيام لغير الحجاج مستحب متأكد, بل هو آكد التطوع وأفضل التطوع لغير الحجاج. أما الحجاج فالأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا, ولأن الإنسان في هذا اليوم وهذه السويعات المحدودة يكون عنده نشاط ويكون عنده قوة حتى يبتهل إلى الله عز وجل بالدعاء, ما يكون عنده كسل وخمول بسبب الصيام فقد
ينام وقد يعني يحصل له ما يحصل عنده نشاط، فكونه لا سيما في شدة الحر فكونه يكون مفطرا هذا أولى لاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه حيث كان مفطرا ولم يكن صائما، ولكون الإفطار أقوى وأنشط للإنسان في هذه في هذا اليوم العظيم الذي هو خير الأيام وأفضل الأيام والذي يتفرغ فيه الإنسان للدعاء والابتهال وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. ثم قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على النهي عن صيام يعني صيام يوم عرفة للحجاج، وهو يدل أيضا على تأكد الإفطار، وإن كان لا يدل على التحريم ولكنه يعني يدل على أفضلية الإفطار، يعني الأمور التي ذكرتها، ويكون ما جاء من النهي من 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 الترغيب المطلق في صيامه عام، ولكن يدل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الأمور على أفضلية الإفطار في حق من يكون واقفا بعرفة، في حق من يكون واقفا بعرفة يكون الأفضل في حقه الإفطار وليس الصيام، ومن يكون ليس واقفا وغير الواقفين بعرفة الأفضل في حقهم الصيام ويجوز لهم الإفطار. وعن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. ثم أورد حديث ميمونة المتفق على صحته، ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية، وهي أخت أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية. وفي هذا الحديث أن أم ميمونة هي التي فعلت هذا الفعل، وهي أنهم لما شكوا وتماروا أرسلت بقدح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب منه والناس يرون. فاختلف هل هما قصتان أو قصة، والأقرب أنها قصة واحدة، ولعل أن الأمر أو التفكير في الأمر جرى منهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وهما أختان ويكونان مع بعض في الغالب، وحصلت المحاورة فحصل التحدث فتكون واحدة يعني رأت الرأي وواحدة نفذت، فيكون إضافته إلى أي واحدة منهما لكون لها مشاركة في الجملة. وليس معنى ذلك أن كل واحدة أرسلت، لأنه بحصول واحدة منهما وكون رسول شرب بفعل واحدة خلاص انتهى المقصود وزال الإشكال، ولكن يحمل ما جاء من تعدد القصة على حصول المحاورة بينهما، وأن واحدة رأت الرأي وواحدة نفذت الرأي، فأسند إلى كل منهما لأن لها نصيب ولأن لها حظ من هذه المحاولة ومن هذا التفكير أو من هذا الجهد الذي هو الوصول إلى الغاية بهذه الطريقة المهذبة وهذه الطريقة اللبقة التي ليس فيها سؤال وليس فيها ذكر الاختلاف، وإنما يتبين ذلك بكونه يشرب أو لا يشرب، وقد شرب عليه الصلاة والسلام فاتضح أنه مفطر وأنه ليس بصائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم فيه مسألة مرت في الدرس الماضي سئلت عنها، وهي كون الإنسان يجامع في يومين ولم يكفر، هل عليه كفارة أو كفارتان؟ اختلف العلماء في هذا، وجمهور أهل العلم على أن عليه كفارتين، لأن كل يوم عبادة مستقلة فيكون انتهكها وأفسدها وانتهك حرمتها فعليه كفارة عن كل يوم لأنه عبادة مستقلة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا لم يكفر عن اليوم الأول فإنه يكفيه كفارة عن اليومين، ولكن كون كل واحد عبادة مستقلة وكون كل من اليومين له حرمته فيظهر أنه يكون عليه كفارتين، يكون عليه كفارتان وليس كفارة واحدة كما قاله بعض أهل العلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.